يقول مدرسة ورثة الأنبياء، يقول هل تنصح بالدراسة فيها؟ أنا قاعد أقول أنا رئيس مجلس الإدارة يعني تبي أقول لك نعم ننصح بالدراسة في مدرسة ورثة الأنبياء وندعوكم للدراسة فيها، ويدرس فيها جماعة من طلبة العلم منهم الدكتور خالد شجاع العتيبي والدكتور عادل المطيرات والدكتور وليد الربيع والأخ الشيخ طارق الحيلبي ومجموعة طيبة يعني درسوا فيها، وما زال الشيخ محمد نورستاني وأنا أدرس معهم أيضا. لا بالعكس ننصح فيها، وهي إن شاء الله فيها خير عظيم جدا إن شاء الله تعالى. تفضل.